أخبار عديدة ومتنوعة نوجزها لكم في أخبار الحياة. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لمناقشة الأوضاع باليمن وآخر المستجدات بهذا الملف. أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الفريق عبد المنعم الطراز بتولي رئاسة مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وكان الرئيس قد استقبل الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع وتقدم له بخالص الشكر والتقدير على ما قدمه من وافر الجهد والعطاء خلال فترة توليه رئاسة الهيئة. أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 678 من نزلاء السجون تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 66 لثورة يوليو. كلف محمد صعفان وزير القوى العاملة مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة بتسليم 20 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وذلك بفئة 500 جنيه لكل شهادة، تمهيدا لتسليم 900 شهادة أمان أخرى لباقي العمالة المسجلة. يواصل طلاب الثانوية العامة دور ثاني أداء امتحاناتهم لليوم الثالث على التوالي، حيث يؤدي اليوم الاثنين الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى. تواصل مصر للطيران تسيير رحلاتها الجوية لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة للسفر من مطار القاهرة والمطارات المصرية، حيث من المقرر أن تسير اليوم 23 رحلة جوية لنقل 4800 حاج من حجاج القرعة والتضامن وحجاج السياحة وبعثات وزارة الداخلية. أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة 9 حالة من الحجاج المصريين، وذلك لحاجة تبلغ من العمر 59 عاماً وتتبع حج السياحة البري، حيث توفيت في ميناء العقبة أثناء قدومها إلى السعودية لأداء مناسك الحج نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة القناة إن حركة الملاحة شهدت خلال اليومين الماضيين من السبت وحتى أمس الأحد عبور 107 سفن بحمولة 7.1 مليون طن. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره النجم اللبناني في 7:30 مساء اليوم على ملعب برج العرب في ذهاب دور 32 من البطولة العربية.